تخيل انك اشتريت تذكرة لحفل موسيقي وبطريقك للحفل صادفت كم شخص ديباوع لي فوق، انت هم تلقائيا تشيل راسك تشوف شكو. وصلت لمكان الحفل وبدأ يعزف العازف، وبنص العزف شخص بدأ يصفق، فجأة الكل ينضم بالتصفيق وانت هم وياهم. من دا تطلع تاخذ معطفك شفت شخص قبلك اخذ معطفة وخلى بقشيش للشخص اللي يسلم المعطف، راح تفكر مو لازم لانه عرض التذكرة يتضمن كل خدمة مقدمة، بس مع ذلك حتسوي مثله وتخلي بقشيش. هذه 3 أمثلة بسيطة عن ظاهرة الدليل الاجتماعي اللي أحياناً يصيحوا لها غريزة القطيع. فالظاهرة نفسية يتكيف بها الشخص وهي أفعال الناس، لأنه يعتقد ما دام الناس تسوي هذا الشيء فلا بد من أنه قرار سليم. بمعنى آخر، كل ما أكثر عدد من الناس يتبنون أو يتبعون فكرة معينة، كل ما أقوى أفضل راح تكون هذه الفكرة. أول مثالين يمكن يبينون شيء طبيعي ومنطقي أنه يجي نسوي، صحيح، لكن هذا إلى أبعاد أعمق. بدراسة لمجلة وول ستريت رادوا يشوفون إيش قد يأثر الدليل الاجتماعي مقارنة بادخار المال أو الحفاظ على البيئة كوسائل لإقناع الناس إنه يستخدمون مراوح بدل التكييف الهوائي، فاستخدموا 4 رسائل. الرسالة الأولى كانت تقول لأنه راح توفر 54 دولار بالشهر من الفاتورة. الثانية إنه راح تقلل 118 كيلو من غازات الاحتباس الحراري كل شهر. الثالثة توفير الطاقة المستهلكة ضرورة اجتماعية. الرابعة 77% من جيرانك يستخدمون المراوح لتوفير الطاقة. الدراسة كانت نتيجتها انه الرسالة الرابعة اكثر تحفز، لانه رغبة الناس في الاندماج مقنعة اكثر من ادخار المال او الحفاظ على البيئة. هيك نشوف هذا الشيء مو بس بالتسويق وصيحات الموضة، بس حتى بالهوايات والانظمة الغذائية والعقائد ممكن يشيل ثقافات هالسلوك، مثل حالات الانتحار الجماعي لبعض الطوائف. أحكي لكم تجربة حلوة راح تساعدنا اجتماعيا. العالم النفس سولومون آش بالخمسينيات، آش تجربته انه يخلي خط وقدامه 3 خطوط بأطوال مختلفة. لازم الفرد يعرف اي خط من الثلاث خطوط طوله مساوي للخط الاول. خلى الفرق يكون واضح حتى يسهل الجواب، بحيث لما ندخل كل فرد من التجربة واحدة رأسا عرف انه سي هي الاجابة الصحيحة. نسبة الخطأ كانت اقل من 1%، لكن لما عاد التجربة على كل مشترك بأنه يدخل أو يدخل وياه ممثلين متفق وياهم مسبقاً يقولون إجابات خاطئة قبل المشترك، ويعيد هذا الشيء 12 مرة، شاف أنه عدد كبير بدأ يغير رأيه ويجاوب نفس جواب الممثلين الخطأ. ثلثهم تقريباً بال 12 مرة كان يجاوب خطأ، وفقط 25% كانوا يجاوبون صح ثابتين على رأيهم لنهاية التجربة، والبقية على الأقل خطأ أو مرة. من سألوهم بعدين عن السبب اللي جاوبوا خطأ انقسموا 3 أقسام. قسم قالوا إنه يدرون جوابهم خطأ وهم يعرفون يا هو الجواب الصحيح، بس حتى ما حد ينتقد اختلافهم رادوا يكونون متوالمين ويا المجموعة. القسم الثاني كان ببالهم جواب، بس من سمعوا هلقد متفقين على جواب آخر بدأوا يشكون بنفسهم، هنا قاموا يحسون يمكن غيرهم يعرف أحسن من عندهم. القسم الثالث من سمعوا الجواب الخطأ بلا ما حتى ما يشكون بنفسهم قالوا إيه هو هذا الصحيح وجاوبوا مثلهم، اقتنعوا. أما اللي جاوبوا صح فقسم بقوا 100% من بداية التجربة لنهايتها متأكدين وثبتوا على إجابتهم. القسم الثاني حسوا بشك كبير بس مع ذلك قالوا اللي يعتقدوا. تخيلوا هذول الممثلين بالتجربة ما لهم أي صلة بالمشتركين الحقيقيين، لو كانوا أصدقاء مقربين يمكن كان يكون التأثير أكبر عليهم. يرجحون وجود هذه الغريزة بينا لأنه قبل كانت تعتبر غريزة استراتيجية للوقاء. تخيل نفسك قبل 50,000 سنة طلعت ويا مجموعتك تصطاد وتدور على طريدك غذاء، فجأة تشوف جماعتك كلها بدأت تركض من فتشي، ايش راح تسوي؟ راح توقف تفكر من شنو دا يشردون؟ راح تفكر انه يمكن هذا مو أسد، يمكن هذه طريدة جيدة للصيد؟ لا، ماكو وقت انه تفكر، راح تطير ركض وراهم. بعدين من توصل لمكان آمن راح تفكر شنو ممكن كان هذا الشيء. تجذر بينا هذا السلوك حتى لو فائدته للبقاء مو بنفس الأثر. صح بفائدة، مثلا انت بمدينة غريبة وتريد مطعم جيد ممكن تسأل عن اللي بمحليين هواية. بالبرامج الكوميدية يخلون صوت ضحك بنقطة محددة حتى يحلك ان هذا مضحك وتضحك وياهم. الإعلانات التجارية أكثر من يستخدم هذه الظاهرة بالتسويق ويستغلون هذه نقطة الضعف. من تكون حاير بمنتج سواء سيارة أو منتجات تنظيف أو منتجات تجميل ما بيها فالتفاصيل واضحة وما تكون عندك فكرة كاملة عن إيجابياتها وسلبياتها، وتلاحظ الإعلان يروج على أنه منتج الأفضل لأنه الأكثر مبيعاً، هنا كون يراودنا الشك من نسمع هذه الجملة. بنقطة أخرى أحب أضيفها عن الدليل الاجتماعي اللي ممكن نستفاد وننتبه على نفسنا بها من نسمع
رأي معين لما نكون بمجموعة، ننتبه على رأينا الشخصي شنو، خصوصا على السوشيال ميديا. ما ننتظر رأي مجموعة حتى يتعزز ويقوى رأينا، أو ننتظر رأي مجموعة حتى نتبنى هذا الرأي ونتخلى عن رأينا إحنا. تجربة سالمون آش تبين تأثير هذا. بالأخير مثل ما قال الروائي الفرنسي مام، إذا 50 مليون شخص قال شيء غبي رح يبقى هذا الشيء غبي. أرجو أنه كان ممتع ومفيد، وإذا كان ببالكم أمثلة أخرى عن الدليل الاجتماعي أحب أعرفها.